رجعنا اعزائي المشاهدين مع اللعب مع الشيطان والنفسيه المصريه. تعالى هنا يا جميل يا متزوج، انت صلي لي على النبي واقعد جنبي كده وقول لي مالك منفوخ كده ليه. نطلع بقى طلعه ذهاب الشم من بتوعي ده عشان خاطر تطلعي تتخانقي بقى. شكل السعاده حالات والحزن حالات، احنا نكمكم في الحزن ده مش طبيعي، وان احنا نعيش في الايفوريا طول الوقت مش طبيعي. احتياجات البقاء على قيد الحياة انتوا حارمين نفسكم منها، لا بترحموا ولا مخلين رحمة ربنا تنزل. موضوع الجواز مش بتتجوزوا، قاعدين معنسين زعلانين، ما بتاخدوش الحضن والحنان والطبطبة والاحتياجات الانسانية الطبيعية بأسباب مختلفة، مخلينكم مش عارفين تركزوا في الشغل، مش عارفين تنتجوا، مكمكمين طول اليوم، ايديكم على خدكم في منتهى الحزن طول اليوم. مش حالة حلوة، مش حالة طبيعية. هننزل نشوف الشباب عايزين يتجوزوا ازاي، بتفكير ايام زمان اهالينا، ولا هم عليهم فكر معين حد منعهم منه، ولا هم اللي منعين نفسهم. خلينا نفهم، نحاول نفهم ايه اللي هيساعدهم ان شاء الله عشان خاطر يرجعوا للانسانيه والادميه ويعرفوا يتجوزوا. انا عايز اتجوز. انت عايز تتجوز؟ اه والله. انت عايز تتجوز؟ هتعمل ايه عشان تعرف تتجوز؟ ما انا مش عارف والله، حضرتك قولي لي. يعني هو انا لازم احلل لك كدنينا السوق؟ ما هو الفكره بيسالوا في فلوس كتير، الاهالي ما بقتش بتحل خالص، الاهالي عايزه فلوس كتير. انت قدمت لحد؟ لا والله. ما هو هتقدم منين حضرتك؟ انت خايف تتقدم عشان هم عايزين فلوس؟ ما فيش اهالي محتاجه يعني راجل مسؤول وكده. انت بتشتغل؟ اه الحمد لله. يعني يعني تقدر تفتح بيت دلوقتي؟ اه ما عنديش مانع، بس ان انا بقى اجهز البيت ده يستنوا عليها شويه. اه طيب. يعني الفكره كده، هم ممكن يعني تلاقي واحده اهلها متواضعين انف ويحترموا. اه لو عايزين راجل انا اهو. فين البنات؟ هسألك كم سؤال. سؤالين بس على السريع. انت عشان تتجوزي اهلك هيعملوا معاك ايه؟ او هيعملوا معاك ايه؟ هيعملوا فيه ايه؟ هيعملوا فيه ايه؟ لا هم هيطلبوا منه كل الحاجات المستحيله. الواد بيعمل لنفسه اعلان لو عايزين راجل انا موجود، والبنت بتقول هيطلبوا المستحيل. ده وضع الشباب دلوقتي تجاه الجواز. وانا في امريكا كنت بعمل فيديوهات، اي فيديو عن الجواز كان بيلف كده في ثواني. يبقى البلد دي في مشكله فيها وجواز. طب وهي تتجوز ازاي؟ هتجوز ازاي؟ اه ما هو برده مش مستحيل قوي، من ممكن. يعني في حدود الامكانيات، يعني مش ضغط. زي ايه يعني؟ زي شقه بكذا وعربيه بكذا ومهر بكذا؟ لا انا اهلي بالنسبه لهم اللي هو يكون محترم وابن ناس. لا عادي، وانا مش هطلب حاجات كتير، اللي هو يعني اللي يقدر يعمله. انا عايزه اشوف الشباب عايزين ايه. اهم حاجه يبقى عنده شقه وبيشتغل بس. طب لو لسه مش ممتلك شقه، يعني ممكن ياجر شقه وبيشتغل وطموح وكل حاجه؟ لو بيشتغل اوكي ممكن. طول مامتك وباباك هيوافقوا؟ اه. طب ما الناس زي الفل اهو عايزين يتجوزوا ولادهم. ما هي بتقول لك انا موافقه، انا بس واحده من مليون. كل اب عايز يضمن حق بنته. يضمن حق ازاي لما مؤاخذه؟ يعني يقول لك هعمل قايمه مثلا على الولد اللي هو متجوز بنتي، هعمل قايمه على مثلا القايمه دي، الورقه دي بتحمي بنتي. انت متخيل لما تيجي تتجوز المفروض تعمل ايه وتقدم ايه؟ يعني يكون معايا شقه حلوه. معايا ده. مين اللي قال لك كده؟ اما اه يعني لازم يكون معاك شقه، لازم يكون معاك فلوس جذب الشقه. ولو ما عندكش الحاجات دي مش هتفكر بالجواز؟ لا خالص. صعبنا الحلال وسهلنا الحرام عشان ثلاثيه عايز او ثلاثيه عندك، عشان الماديات، عشان الشكليات، عشان العربيه الفلانيه والفرح الفلاني والمهر الفلاني. حرام، ملوش لازم. يعني ليه؟ ازاي؟ دول بني ادمين، ما هم هيكبروا في السن وهيفوروا وهيبقوا عندهم احتياجات. لازم 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 نسهل الموضوع ده. فمن احدى اساسيات مشاكل الجواز الغلو والاهالي اللي محجره دماغها انه لازم كذا يا بلاش، اللي معوش ما يلزموش. لا هي مش سلعه على مؤاخذه.
يعني اقول لك الجواز ده بقى عايز مصاريف وعايز 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 طب ما انت ممكن واللي الجواز دلوقتي بقى مجنون ومش عارف ايه الكلام ده فهم اللي حاكمين عليك تبقى كده يا كده يا بلاش هو مش حاكمين بس كنت ما بنشوف بقى الناس اللي اتجوزت يا ابني اتجوزنا يا ريت ما اتجوزنا ابني مش عارف ايه ده الجواز دول اللي مش متجوزين في راحه مش عارف كده يعني طب ماشي متشكر قوي ممكن ناخد صوره معاك اتفضل فكرة الحلقة جات لي من جملة مخي الأمريكي وكياني وعمره ما يستحملها وعمره ما هيصدقها وعمره ما هيأمن بيها وعايز يعكسها أكشري في المجتمع من فيلم البحث عن فضيحة ثلاثية عندك ثلاثية عندك ده الوضع اللي دلوقتي الشباب بتمر بيه ولما كنت بخاطب الموضوع ده برضو من بعيد على السوشيال ميديا وحسيت واستشفيت ان هو يلا يا جماعة رخصوا لنا الجواز استروا علينا يبقى معرفش يمكن يكون الموضوع الاساسي ولا المشكلة الاساسية في, 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 في المهر والشبكة والفلوس في المادة كأننا يعني زي ما شفت في الفيلم أجين مخي الأمريكي شاف في الفيلم إن الناس بتحط سعر كأنها بتحط سعر على مادة كأنها بتحط سعر على مؤاخذة عربية ولا بيت ولا حاجة في البورصة مش على بني آدم وروح وقلب وناس عايزة تحب بعض وتحتوي بعض وتفكر مع بعض والكلام ده كله ما كانش الأسرة اللي في الفيلم ما كانتش اهتمامها إن ابني وبنتي يتسطروا ولا يبقوا مبسوطين ولا يبقوا love birds ولا 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 أي حاجة من الحاجات دي كان اهتمامهم العربية الفلانية الماركة العالمية عشان منظرنا قدام الناس والكلام ده كله ده نوع من أنواع الطمع من الأهالي دي اللي حصل في الفيلم إن هم اخترعوا فضيحة عشان يجبروا الأب والأم إن هم يرتبطوا ويتجوزوا بس في الحقيقة دلوقتي في الفضايح دي فعلا في المصايب دي فعلا لسه قبل ما صور النهاردة في الاستوديو ناس قالت لي لو سمحتي والنبي اتكلمي عن الفجر وقلة الأدب وإن أنا بكلم البت وبعد نص ساعة تيت 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 حاجات ما أقدرش أقولها على التلفزيون وحاجات أنتوا عارفينها حاجات أنا مش مصدقة أنا من 20 سنة سبت مصر ما كانتش كده مش مصدقة الوضع اللي احنا وصلنا له سألنا الأهالي وسألنا الشباب وبنحاول نوريهم دلوقتي انتوا بتقولوا ايه وانتوا بتقولوا ايه عشان يواجهوا بعض عشان obviously في مشكلة في المواجهة تعالوا نشوف قالوا لنا ايه لو شقة مأجرها عادي بدل مستقيم وملتزم خلاص ايه المشكلة انا بنتي قاعدة في ايجار يجي كده واحد ابن حلال ويخاف ربنا وانا اديها له بشنطته واجهزه كل حاجة جوزت بناتك؟ عندك بنات؟ عندي بس لسه متجوزوش ما جت قبل ما تيجي ولا يتقدم لهم واحد تطلب منه ايه؟ ايه المتطلبات الاساسيه في الراجل؟ ازاي يحافظ عليها ويحافظ على كرامتها وملك الشقه وملك العربيه لا الكلام ده كله كلام فاضي لو شقه مأجرها عادي؟ عادي بدل مستقيم وملتزم خلاص ايه المشكله؟ لو هو جاب مثلا الموبيليا واحنا جبنا بقيه الحاجه لو ما كانش مالك الشقه وكان بيقول لك انا هأجر بغير هنا ما يصير انا بنتي قاعده في ايجار هو جه في شقته وانا اجيب الحاجات اللي اقدر عليها لبنتي مالك الشقه؟ كان مالكها ولا مأجرها؟ هو كان مالكها طب لو جالك واحد مأجر ولسه يا عمو حين ما يصيرها وكده اتفضل ازاي هتغلي بنتك للعريس ده؟ عشان ما ياخدهاش كده ويرميها بعد كده ويتقلى فيها لا كل ده مش في العصر النهاردة المهم بنتي تكون توافق عليه ايه متطلباتك عريس بنتك؟ ان يكون بتاع ربنا ويخاف عليه ويحافظ عليه اي حاجة تانية ولا حاجة طب ليه الشباب مرعوبة لما كل الشباب اللي سألتهم حتى البنات لا. مش عايزة تتجوز بسبب ان هم يعني ما بيتقوش الا في نفسهم الاكسكيوز بتاع الشباب ان هو الاهالي مخليها المهر والشبكة والعربية ولا عايزة اي حاجة يجي كده واحد ابن حلال ويخاف ربنا وانا اديها له بشنطته واجهزه كل حاجه وانا بكلم الاهالي في الشوارع كلامهم كان جميل ومنطقي وحلو وبقول للناس طب امال ايه المشكله الشباب دول بيجيبوا كلام من عندهم ولا ايه وابتديت احس بايجابيزم وقلت طب خلاص ما يمكن في فئه كبيره الحمد لله كده يمكن الشباب هم اللي فاهمين غلط حوار الجواز والشباب خايف ليه وان الاب يقول لك بشتري راجل والكلام ده في نظري ده 90% منه مش صحيح
مش فكره الجواز انا عايز اتجوز فهتجوز. يعني الفكره دي يا ريت الناس كلها تبطلها، مش واحد مثلا نازل من السعوديه امه بتدور له على عروسه. يعني في نظري اغلب الجوازات دي بتفشل دلوقتي في الوقت الحالي، لان العمليه في الاول وفي الاخر دلوقتي بنتكلم في عمليه اقتصاديه للاسف. بوم. معظم الكلام ده بيبقى مش صحيح، احنا بس بنقول الكلام ده لنتجمل. I don't know what it is. Honestly, انا هو عملنا دورنا ان احنا جبنا الشباب وجبنا الاهالي ووريناهم انتوا اهو انتوا بتفكروا كده وانتوا بتفكروا كده، حاولوا تساعدوا بعض. لا يمكن اجوز بنتي لواحد هياخد شقه بالمده 4-5-6 سنين وبعدين يقعد يسيع بيها، مش ممكن. طب وليه حضرتك فاكر انه ممكن يسيع؟ ما ممكن يكون خلال الفتره دي بيشتغل لغايه ما ربنا يرزقه يشتري. في الوقت اللي احنا فيه ده من اصعب ما يكون ان شاب يقدر يجيب حوالي 200,000 ولا 300,000 جنيه عشان ياخد شقه. طب هي لو وصلت سن كبير وما اتجوزتش هت نصيبها. انا عارفه ان احنا المصريين دايما بنحب نطلع على الغرب. انا مش بتكلم ان احنا نبقى شبه الامريكان في ان احنا نخرج معاها ونعشرها ونجيب منها عيال وقطط فطسانه والكلام ده كله بعدين نتجوزها، لكن انا بتكلم في سهوله الجواز. لما بياخدوا القرار ان هما يتجوزوا، كل اللي بيعمله ان هو بيجيب الخاتم او الدبل ايا كان وينزل على ركبه I love you would you marry me، بحبك ممكن تشاركيني حياتي، وخلصت على كده يا معلم. ما فيش بقى الحوارات الكتيره المرهقه الماموريات الحاجات اللي بندخل فيها دي مش موجوده خالص. ما فيش لازم تكون مالك الشقه ومالك العربيه ومالك الاستوديو ومالك الجزمه وجزمتك ايه وجزعتك ايه واسم قبيلتك ايه والكلام ده كله مش موجود. وما فيش برضو موضوع ان الاهالي توافق، ودي حاجه انا مش بقترحها، لان احنا لازم الاهالي بتاعتنا توافق وما ينفعش عقوق الوالدين والكلام ده كله. اجين انا بقول ناخد من الامريكان او ناخد من الغرب البساطه الماديه، ما نبيعش نفسنا ونبيع بعض عشان خاطر بنتي تسوى وبنتي لا، بنتك كنوز العالم مش هتسوى ضفر بنتك، فما تحطش تمن عليها. معانا احصائيات ومعانا راي شاهد الجواهرجي، تعالوا نشوفه بيقول ايه. أسباب الزواج عند الفتيات: 16% بدافع الحب، 30% تكوين بيت وأسرة جديدة، 16% بدافع الرغبة في الأمومة، 22% الهروب من الشعور بالوحدة، 8% اتخاذ الزوج سند، 4% مغادرة منزل الوالدين، 2% خشية فوات قطار الزواج، 2% نتيجة ضغوط الوالدين. كوابيس العريس الخمسة: البطالة، الشقة، الشبكة، المهر، لوازم الفرح. كلنا كده ايه اللي بيحصل في موضوع الجواز ده لما بيجوا لك هنا؟ عموما لما بيجي عريس وعروسه بيجوا طبعا معاهم قرايبهم وكده عشان يختاروا الشبكه، ففي منهم اللي بيحاول يجيب حاجه اكبر من الليمت اللي ما بين العريس والعروسه. وده للاسف ساعات كتير بيعمل مشاكل ما بينهم. يعني بيبقى العروسه عايزه حاجه اكبر، لا بيبقى اصحابها او قرايبها لا شوفي ده لا خدي ده، نضغطوا عليها لا حاولي تحطي الفلوس كلها في حجر كبير كده. مين اللي بيدو القرار معظم الوقت صحيح؟ للأسف يعني الأمهات، مامة العروسة ومامة العريس. يعني مامة العروسة ومامة العريس هم اللي بيتحكموا في الحياة اللي هم منهمش دعوة بيها أصلا؟ للأسف في ناس بيحصل بينهم مشاكل بسبب الحموات والأمهات، بتبقى الأم عايزة حاجة أغلى وأكبر وأفخم عشان تعديها كده على المعازيم وتوريها لهم بصي بنتي جابت ايه، بصي بنتي جابت ايه، بصي احسن من بنت اختك، والجو كده النساء ده اسفه يعني بس ده بيحصل. وبيحصل بالتالي طلاق ولا بيحصل مفيش ما بيتجوزوش ولا مش مهم، المهم ان احنا مظهرنا. معظم الجواز حتى لو العريس والعروسه ما يعرفوا بعض قبل كده يعني برضه لما بيجي بيخش الاهل بيحصل كلام مختلف تماما. يعني فعلا زي ما الشباب بتحكي لي انه الاهالي بتضغط زياده عن اللزوم. بس احنا ممكن نسهل حياتنا لكن هي الاهالي بتضغط. فحضرتك شفت ده شاهد على كده. واحد اسباب ان في كتير جوازات باظت. زي ما شفتوا الجواهرجي قال لنا الاسعار اختلفت وبقت اغلى،
فيا رب الصوره دي تتغير، يا رب يا رب الاهالي يحسوا قد ايه ولادهم ممكن يكونوا بيتعذبوا وبيتوجعوا عشان خاطر شويه حاجات هتتخلع في اخر اليوم. اوكي نزلنا وكملنا وبرمنا، عايزين نشوف الايجابيزم بقى في الموضوع ده، فين الحلول. وطول عمري بشوف ان البنت المصريه متكبره وقليطه ومنفوخه وشايفه نفسها، بس لما اتكلمت مع البنات في الشارع اتصدمت. بعد الفصل ما تيجي تختاري واحد عايزه تتجوزيه هتبقى طلباتك ايه؟ ابن حلال ابن ناس يكون مثقف الى حد ما. امال ليه لما بسال الشباب بيقولوا لي هم عايزين شبكه ومهر؟ ده كلام الولاد بقى. من ساعه ما جبت الشبكه في الدولاب قلت له رجعها وخلي فلوسي معاك، مش راضي. ممكن انت بقالك ساعة حاضرة الموقف اسألك سؤالين. تعالي كده بس عشان العربيات. اهلك لما تيجي تتجوزي هيطلبوا ايه؟ هيطلبوا ايه من العريس يعني؟ لا مش عارف، بس هو اكيد يعني هو اهم حاجة ان هم يصونوني يعني. ان هو؟ يصوني يعني، اكيد مش هيطلبوا فلوس وكمبدأ يعني، مش مبدأ فلوس. امال ليه لما بسأل الشباب بيقولوا لي هم عايزين شبكة ومهر؟ ده كلام الولاد بقى. هما بيتلككوا؟ هما بيتلككوا، هما فين يتجوزوا. يعني ايه شركة الجواز بالنسبة لك او فكرة الجواز؟ هو هيبقى واحد انا اكيد بحبه، وهيبقى يعني ابن ناس متعلم اكيد هيصني، مش بتوع الشباب الايام دي بالاخر يعني. طب اما نجيبه منين؟ مفيش، انقرضوا انقرضوا خالص والله. مفيش يعني يعني اخر رجال المحترمين بالنسبة لي اللي هو بقى عارفة بابانا بقى واجدادنا بالنسبه لي اخر انا عنيس. هو في ناس كويسه اكيد كتير، بس احنا مش لاقيينهم برضو. حلو، نفسي اشوف والله حاجه كويسه. يمكن الحلقه دي تعرفتك من شويه انسان يا اختي. شكرا. انا بس عايز اقول كلمتين. انا من اشد معجبينك على فيسبوك، اتفرج على كل فيديوهاتك، وبجد يعني ربنا يكرمك على اللي انت بتعمليه معانا. واحد ربنا بقولي على السريع كده، لما تيجي تختاري واحد عايزه تتجوزيه هتبقى طلباتك ايه؟ لا لو حد اتجوزه يكون حد ابن حلال ابن ناس، يكون مثقف الى حد ما. يبقى نبقى على نفس المستوى واحنا بنتكلم، ما بقاش انا فكري مستوى الفكري طبعا، ما بقاش انا فاهمه، وبالذات علم النفس. انت بتتكلمي في علم النفس. البنات زي ما شفتوا كل البنات اللي اتكلمنا معاهم لا جابوا سيرة الفلوس ولا جابوا سيرة العربيات ولا الكلام ده كله. الصورة اللي كانت البنت متفرعانة وعايزاها وعايزة وبتاعها وعاملة صعبة، بالعكس ده بتعلنها عايزة الستر، عايزة الحب، عايزة نصها التاني، مش عايزة بعد الشر طريقة غير مباشرة أكيد أو من وراء الكاميرا، مش عايزة تغلط، مش عايزة تضعف. إحنا مش مجتمع بيحب الزنا، مش مجتمع بيحب المشي الشمال او المشي الغلط زي ما بتقولوا. ده عمره ما كان فينا. يمكن حاجات دخلت من هنا ومن هنا ومن هنا، وضغط حصل من هنا ومن هنا، وفي شويه من هنا بقى كده، ودول اللي طلعوا ودول اللي سهروا ودول اللي صوتهم عالي، وبقت الصوره وحشه شويه. لكن احنا بفطرتنا لا، احنا بنحب الحب والنظافه والطهاره، فنسهل على بعض شويه. لما تيجي تتجوزي اهلك هيطلبوا ايه من العريس؟ هيطلبوا ايه من العريس؟ يعني والله هم كانوا سايبينه هو اللي يقول اللي هو عايزه، لان انا مخطوبه يعني. الشبكه قالوا له مش عايزين شبكه يعني. الشبكه قالوا له ماشي اوكي، هتلاقي شبكتها دي هديتك ليها، بس ما تجيبش دلوقتي، مش محتاجينها دلوقتي، هي كده كده هتتكتب في قيمتها. فما تجيبش. عايز اقول لك ان انا من ساعه لما جبت، هو رافض من ساعه لما جبت الشبكه في الدولاب، قلت له رجعها وخلي فلوسي معاك، مش راضي. طلبات بقى للبيت. لا هم قالوا له طب انت عندكم الدنيا ماشيه ازاي؟ هما اللي قالوا، بابا قال خلاص اوكي. يعني انتوا شفتوا واحد على قد مقدرته؟ هو الحمد لله مقتدر، بس احنا بالنسبه لنا اصل هو مش بيديها بنته، فمش هيبقى اللي انت هتجيبه هو انا ساعتها هديك بنتي يعني. لما في واحد بيجي يدي كل حاجه وبعدين يطلع وحش جدا. فهي كلها حاجات شكليات كده كده، احنا هنقعد مع بعض وهنعيش مع بعض، فشوف انت هتجيب ايه، انت عايز تجيب ايه، انت عايز تعمل ايه. طب اختاروه بناء على ايه؟ ان هو ياخد بنت؟ هو احنا كنا اصحاب وبعد كده ارتبطنا. طبعا قلت لمامتي وبعدين قلت لبابايا، وانا تعبت ودخلت المستشفى، طلعت لقيت بابا وهو متفقين على الخطوبه. الف مبروك، ربنا يسعدك والله يا رب. ميرسي، حلو، تمثال جميل. مع السلامه. مع السلامه.
اللي مخليني مأمنة جدا جدا بالموضوع ده وبتكلم عنه كتير واحتمال اعمل حلقات عنه تانية، اوجه كلامي المرة دي للعائلات، ممكن بعد كده اوجه كلامي للشباب، ممكن اوجه للبنات، الله اعلم حسب ما تطلب. قصة انا عشتها في امريكا من 4-5 سنين. راجل محترم مصري ما شاء الله عليه، بيعرف ربنا كويس، طيب السمعة، كل الحاجات دي، بيشتغل وكله تمام. شاف واحدة وراح تقدم لها على طول بعد ما اقتنع بيها انها مناسبة تقدم لها، عايز اتعرف عليك للجواز، اكلم باباكي، حارب مع الاب شوية لانه كان عنده ابن، والاب لا بنتي لسه بنت بنوته وما تاخدش واحد بابنه. وجهة نظر الاب تحترم طبعا، ممكن يكون شايف ان هي مسؤولية زيادة على البنوتة، ولكن هم من كتر ان هم مقتنعين ببعض حاربوا الاب شويه ووصلوا ان هم يفهمون لا خلاص احنا لازم نتجوز عشان خاطر نستر على نفسنا، عشان خاطر ما نلجاش لحاجه حرام. البنت عرفت بعد سنه تقنع والدها بكده، وهم بيتجوزوا مفروض الفرح، الفرحه، الفستان، الخاتم، الحاجات اللي البنوته نفسها فيها، ما حصلش ده كله لان ابنه جاله لوكيميا وقعدوا في المستشفى. بقى الفرح بتاعها خدت اجازه من المستشفى يوم، وطلعت ابنه حط حاجه على وشه عشان ما يتعبش بزياده، واستلفوا حق الفرح وعملوا الفرح وفرحوا ورجعوا المستشفى تاني. دخلت في المستشفى يعني فلوسه كلها راحت على علاج ابنه، والبنت خدت الراجل بابنه تعبان معهوش فلوس، سالف حق الفرح، بس ما شاء الله عليه محترم امين بيعرف ربنا. في صفات اللي مفروض البنت او الاب يدور على زوج لبنته بكده. بعد ما الحمد لله ربنا شفى له ابنه، طبعا هما الاثنين ايديهم في ايد بعض، وهي بتقول لباباها انا حاسه ان هما محتاجيني، لولا ان هما كانوا محتاجين البنت دي ما كانتش اصلا فكرت ان انا يعني انا حاسه ان ده شريكي، انا عايزني ومحتاج لي وانا هساعده وهو هيساعدني، انا داخل خلاص انا داخله الشركه دي وانا مقتنعه بيها وانا شايله الليله دي. الحمد لله الولد ربنا شفاه، جابت بنوته زي القمر، ربنا رزقهم بدل ما كان مش عارفين يجيبوا ايجار بيتهم ببيت بمليون دولار على البحر على منتهى الجمال، احسن شغل، احسن اماكن، احسن سفر، ما شاء الله الحاله اتقلبت في مجرد كام سنه. ولا فتحت بقها ولا اشتكت ولا قالت انا عايزه عربيه فلانيه ولا عايزه البيت ولا 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 ولا، كل اللي كانت نفسها فيه تعرف تقعد معاه تكلمه يساعدها ان هو انا عايزه ادرس حاجه فلانيه، انا عايزه اشتغل الشغل اللي بحبه. وربنا رزق لما اتنين اتجمعوا مع بعض وساعدوا بعض. اجين انا مش بقول ان انتوا ممكن تغامروا وتخشوا مع ترتبطوا بحد معهوش حاجه خالص، دي بنت جريئه شويه وبامنه قوي بالراجل ده وربنا رزقهم، بس انا بقول اعرف ان انت تختار. المقاييس الاختيار مش بالفلوس، ما شاء الله البنت دي في حاله ماديه جميله جدا، ومش فارقه معاها برضو الحاله الماديه دي، لان هو في السماء ورزقهم ما توعدون، هو الرزق فوق، هتيجي مش هتيجي مش هتيجي. المهم ان هي شافت ان هي بعد الشر ممكن تعيش في فتنه تضعف، وده واحد كويس معاها، عرفت توصل لاهلها وتقنعهم برضو مش من وراهم، ما عملتش فضيحه، ما عملتش جريمه، واقنعتهم واتجوزت وبقت قصة جميلة جدا. فالعيلة دلوقتي وهي قاعدة بتتفرج ياريت تفكر في كل الأجزاء دي، ياريت يبقى فيه لغة حوار، ياريت الأهالي الولاد يعرفوا ان هو لا مش هيبقى فيه عقوق والدين، بس هيبقى فيه أسلوب للتفاهم مع الأهالي وهيبقى فيه حسن اختيار. موضوع الجواز مش بس الاهالي والمصاريف، لكن المره دي انا بضغط على الاهالي والمصاريف، وان هو مش بالضروري يكون الماده هي اهم حاجه عشان خاطر جوازاتنا. ان شاء الله هنفضل نبرم وندور في شوارع ومحافظات مصر على المواضيع اللي شغله الشباب، ونحاول نفكر مع بعض بطريقه ايجابيه الى حد ما تساعدنا ان احنا نفكر ونبقى نرجع تاني مصر الاقوى. سلام. ايه؟ قولي لي بقى لما اهلك يجوا يجوزوك هيطلبوا ايه؟ مش هيطلبوا حاجة، هيصرحوني. ما هيصدقوا يعني يكسروا خلق وراكي. انا هعمل لقاء معاه بس اتصرف على فكرة، انا مش هخلص على اي حاجة، هو مالهم النهاردة؟ صوت طافي في السريع مش هاخد منك.
ده بصي وشي ما جاش اول احلى مذيعة ولا يا جدعان. طب والشبكه والمهر والعربيه لا اكيد اكيد هيطلبوا صح مش عارف اصلا محدش تقدم لي قبل كده انت يا بنتي جاي تتجوزي عشان مش لاقي امريكاني كويس يتجوزك عايزه مصري مش لاقي امريكاني كويس يتجوزني وجاي اتجوز بدلل على نفسي يعني عايزه انا لو اتجوزت اصلا المؤسسه فاشله هو انت كنت بتاع ده ببلاش اه انت بتوزع حاجات ببلاش كده انا ببلاش لا هو اوه ايه ده اسمه ايه